مشاهدينا الكرام، إن حرص صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير العلم لأبنائه هو حرص على المستقبل، حرص على الغد، حرص على أن يكونوا هؤلاء هم رجال ونساء الغد، صانعوا الغد، وأن يكونوا على قدر المسؤولية متسلحين بالعلم الذي يمكنهم من تحقيق إنجازات في المستقبل. مشاهدينا الكرام، وصل الآن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة إلى قاعة الاحتفال. لحظات ويبدأ الاحتفال. مجد محمد شعث ماجنا كوم لاودي. محمد حلمي صالحة. أنس أحمد البياري. علي عبد الله محمد. إيفان زنامينسكي. عماد عدنان الإبراهيم. جوان يوسف مطر. منصور أحمد المنصوري. فهد فاضل الخالدي. عدنان عبد الله الغضبان. أحمد عباس السعدون. نايف سالم النجيدي. حمد حسين البلوشي. زيشان عبد الحفيظ. حسن إقبال. حسيب محمد تاج. محمد طاهر عبد الرحمن. شهزادة هارس أتيك. محمد طاهر علي. عمر محمود أرشد. منصور مطر الكتبي. محمد أرسلان ماجنا كوم لاودي.
محفوظ الرحمن. علي بسام جمال الدين. أحمد حمدي الدمراوي. سالم عبد القادر الكثيري. حصة عباس علي. زياد طارق أبو حصيرة. أحمد محمد أبو صلاح. أحمد يسري فودة. عمر زين العابدين شرف كوم لاودي. سلمان فايز أعوان. زهيب خان. فرحان قادر بخش. عدنان عماد الأشقر. مؤيد إبراهيم الخياط. رمزي عمر صلاح الدين. سامر عمر خلف. إبراهيم أحمد الشافعي. ياسين محمد حبيب. منصور راشد الفرج. إسلام ممدوح التميمي. طارق أحمد الدهمشاوي. محمد صغفيفر ماجنا كوم لاودي. محمد مصطفى حطيت. هشام سامر عاشور. أحمد مصطفى إسحاق. أحمد ماهر غزالة. حسن علي سالم. محمد خالد عبد الهادي. حاتم مالك عبد الجابر. مالك مرعي بسيسو.